يسعد اوقاتكم متابعيني متابعين قناتي اكلات وحلويات منوعه من مطبخ اشواق. اليوم حبيت اقدم لكم فطيره البابلي او كيكه البابلي المكونه من 3 أكواب طحين، معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، نص كوب زيت، معلقتين كاكاو، معلقتين طحين، وثلاث ارباع الكوب ثلاث ارباع الكوب حليب باودر، وثلاث ارباع الكوب سكر باودر. راح نبدي نضيف البيض اللي هي 3 بيضات مع الفانيلا ونخلط بهاي الطريقة. اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من مطبخي اكلات وحلويات منوعة اشواق. حبدي اضيف 3/4 الكوب السكر المطحون واخلط. حبدي اضيف 1/2 كوب زيت وهم ارجع اخلط. راح اضيف 3/4 الكوب حليب باودر. هنا أصبح القوام رائع، هذا اللي نحتاجه. راح أخلطها بالمعلقة بهذا الشكل. وأبدي أضيف عليها المواد الناشفة اللي هي 3 أكواب طحين مع معلقة بيكنج باودر مع معلقة صغيرة من الملح، وأنخلهم وأضيفهم مع المواد السائلة. راح نبدي نعجن العجينة حتى تصبح عجينة متماسكة عندنا. لاحظوا راح ابدي اقسمها العجينة قسمين. قسم راح اضيف عليه 2 كوب طحين مع 1/4 كوب حليب سائل واعجنها. اسفه، 2 طحين واعجنها. هذا شكل العجينه، اصبحت طريه رائعه الملمس. اتركها على جنب. عجينة الكاكاو استخدمت 2 معلقتين أكل كاكاو مع 1/4 كوب حليب سائل، وعجنتهم بهذا الشكل وراح نتركهم يرتاحون 10 دقائق. أبدي أرتبهم بصينية تشوي اللي راح أضعد بها ورق الزبدة بالأسفل، ونبدي نعمل كرات من العجينة، كرة كاكاو كرة بيضاء، وهكذا نستمر بوضع الكرات بهذا الشكل إلى أن نكمل العجينة.
طريقتها سهلة وسريعة ولذيذة، وتقدرون تستخدمون المواد الجافة، تعملوها بالخلاط، بالجاك الخلاط، تكون أسهل عليكم إذا تحبون. لاحظوا الطريقة والمنظر رائع كثير. هذا شكلها بعد ما كملتها قبل الشوي. أحب ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تقريبا 20 دقيقة، 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. وهذا شكلها بعد ما طلعتها من الفرن، وريحتها تجنن، وش منظر روعة. أنا هاي أول مرة أعملها هاي الكيكة. أتمنى تنال رضاكم أعزائي ومتابعيني، متابعين قناتي. راح نبدي نقطعها. لاحظوا المنظر الشهي. واو واو، منظرها روعة. الشكل رائع والرائحة شهية. أتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. راح أضيف عليها السيرب، أو تقدرون تضيفون عليها قطر أو شوكولاتة أو نوتيلا حسب رغبتكم. وهذا شكلها بعد ما أضفت لها السيرب. راح نبدي نذوقها. الطعم شهي ولذيذ، أتمنى تجربوها. ما أقدر أوصف لكم طعمها، أتمنى أنتوا اللي تجربوها وتعطوني رأيكم بالوصفة. المنظر كثير رائع. راح أضيف على القطعة الثانية النوتيلا أو الشوكولاتة بهاي الطريقة. لاحظوا بنتي حابة تكون عليها نوتيلا مع شوكولاتة، وهاي بالمنظر السيرب. المنظر كثير شهي. وألف ألف عافية على قلبكم.